السلام عليكم. ألوغ بالنسبة للافونيتيك، بالنسبة للناس اللي عندهم غتخباج في لافونيتيك، هذا واحد البتي ريزومي ديال لا ترانسكريبسيون كنت خدمت بيه أناني، خدمو بيه بزاف ديال لي ستوديون اون ايتود فرونساز و فاليداو. بالنسبة اللي باغا يخدم بيه ممكن يسهل عليكم في لا ترانسكريبسيون، ما غتبقاوش تفكروا بزاف وما غدوخوش. انا غنحاول نشرحه بطريقه اللي هي بسيطه بزاف باش اللي ما فهمش هذا الشيء يفهمه. غنشرحه بابسط طريقه، يعني اسهل طريقه ممكنه، وغنمشيو فيه حرف بحرف، لتر بلتر في لافونيتيك كيفاش كتكتب. دونك بالنسبه لي لتر اغوش هما لي لتر دو فونيتيك، يعني كيفاش كتكتب لافونيتيك. بالنسبة لكش اللي قدام هو الاكسبليكاسيون، مثلا أ كتكتب بها الطريقة ملي كتكون سلسة بال، يعني كنطقوها بواحد الطريقة اللي سهلة ما كنوركوش على لساننا. أما بات راه كنوركو على الشفايف ديالنا باش أننا نقولوها، يعني الأولى سلسة والثانية مشددة بحال الشدة في اللغة العربية. لا لتر الثالثة هي أو، أي حاجة فيها أو، ولكن أو فيرمي ماشي أو أوفير، يعني أو وسط الكلمة. أنا كنحاول نشرح بأبسط طريقة، أو وسط الكلمة ولا في أول الكلمة كتكتب فيرمي بحال هكا، هذا الرمز الثالث. بالنسبة الاي، اي في اخر الكلمه اللي كتنطق اي بحال او ار او اس دو زو دو او زد، صافي هادو هما اللي ممكن نكتبوهم بأو بهذه الطريقه الرمز الرابع. بالنسبه للاي ما كتبدلش، كتبقى اي في الفونيتيك بحال في لي لتر العاديين. الرمز السادس كيتقرا او، كيتكتب السين مقلوبه ولكن كيتقرا او، هاد او هي او فيرمي اوفير او اوفير. هاد او اوفير هي ملي كنقولوا مثلا بورن بورن، كنطقوها بواحد الطريقه اللي بحال كنزيدوا فيها كنطولوها، ولكن فيرمي زيرو، يعني كتكون هي في اخر الكلمه باش تعقلوا. او اوفير كتكون في لو ديبو ولا في وسط الكلمه، و او فيرمي كتكون في اخر الكلمه دائما. و كنعتبروا او ا او و ا او كنعتبروهم حتى هما او، حيت كتنطقوا حتى هما او. الا كانوا في اخر الكلمه كيتكتبوا فيرمي، الا كانوا في وسط الكلمه ولا في اول كلمه كيتكتبوا اوفير. بالنسبه للرمز او، يعني او 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 كتولي هي او، او في لافونيتيك كنقراوها او. وبالنسبه للرمز التسعود اللي هو كيتقرا او، سور بحال سور. سور انا نسيت ما كتبتش فيها او، هذيك راه سور ملي كتكون في وسط الكلمه كنعتبروها او او بحال سور. ومني كتكون في اخر الكلمه كتكون فيرمي، كتكتب هذا الرمز هذا رقم 10. بالنسبه لاي، اي هي بحال مي، اي حاجه اي نطق كنقولوا فيه اي بحال مي راه كيتكتب بحال هكا بهذا الرمز 10. وبالنسبة للأو في الفونيتيك هي إيكراك، أو في الفونيتيك هي إيكراك، إيكراك في الفونيتيك كتنطق أو والعكس، أو كتنطق هي أو. بالنسبة لي لتر نازال كاينة أو أو فوق منها، هذيك العلامة هي أن ولا أن.
بالنسبة لأي فوق منها هذيك العلامة هي ان، هي بلاصة او كنديرو اي. وبالنسبة للأون هي او فوقها نفس العلامة، عندهم علاقة ببعضياتهم. بالنسبة للأون هي ا فوقها هذيك العلامة ا بوستيريور. بالنسبة للحرف الياء في اللغة الفرنسية في الفونيتيك هو الجي، هو الجي كيتكتب بالجي. وبالنسبة للوي، وي كتكتب بهذه الطريقة بحال إيكراك ولكن بهذه الطريقة خاصها تكتب. بالنسبة للحرف الواو كيتكتب دوبل في. ولي لتر اللي هي بالنسبة لي كونسون بي دي اف تكتبو كيف ما هما، جي ما كتبقاش جي كتولي ك كار بحال كار كتكتب غير ملي كنطقو ك. بالنسبة لك فهي في جميع الأحوال فين ما كنطقو ك وكيف ما كانت مكتوبة كنكتبوها ك بهذه الطريقة، ما كنكتبوش سي ولا كو ولا ديال كولون، ولا كنكتبو ك عادية. بالنسبة ل ال ام ان بي كيبقاو كيما هما. بالنسبة ل اس الا كانت سير وكتنطق اس راه كنكتبوها اس ما كنكتبوهاش سي، كانوا دو اس دو سي اس سي راه كتبقى اس وحدة. بالنسبة ل تي تكون حتى ثلاثة المرات ما تهمناش تي وحدة، اللي كيهم هو شنو كنطقو. بالنسبة ل فاغون ولا فاز، هذيك فاغون الاولى راها فاغون ولكن ما كنكتبوهاش واغون كنوليو نكتبوها في بالفي. بالنسبة لزيد إلا كانت اس منطوقة بزيد بحال باز كنرجعوها زيد ما كنخليوهاش اس. بالنسبة لهذا الرمز هذا اللي جا هو الرابع قبل الأخير هو ش، رمز ش يعني اش بحال هو اش. وبالنسبة للجي كتولي كتكتب بحال الرمز هذا بحال زيد ما كتبقاش تكتب كيف ما الاول. بالنسبة للرمز جي ان او بحال غاني كنكتبوه بحال هكا. بالنسبة لاي ان جي بحال بحال باركينغ كنكتبوها بحال هكا. هذا هو التلخيص وهذا هو باش خدمنا وفاليدين الحمد لله. مهم حاولوا انكم ديروا دي زيكزيرسيس حيت هذا هو الاهم. انا غادي نخليها بحال هكا واحد شويه بيل ما صورته ولا سكرينيتو باش يبقى عندكم هاد الريزومي. وبالنسبه للديكوباج انا غنشرحو في لا فيديو اللي جاي.